الشرط 40، نسمع بالمثل هذا دائما، ولو قصة جميلة الصراحة وقعت أحداثها قبل الدولة السعودية الأولى. رجال الله أعطاه شوي علم ومعرفة، والظاهر إن شخصيته يعني قوية شوي. يقول طبلوا على القرية، القرية هذه كلهم ما يعرفون يقرون لا يكتبون، لا صغيرهم ولا كبيرهم. يقول فهو يعني شافوا رجال إن كان فيه خير ومتعلقين بالمساجد، قالوا نبيك تصير شيخ لنا وخطيب لنا، تخطب بنا وتصلي بنا، ونبي نعطيك 40، نبي نعطيك كل شهر 40، 40 درهم ولا 40 روبية ولا 40 أي اللي العملة هيك الوقت. يقول فوافق. يقول فكل جمعة يخطب فيهم خطبة يقول الحمد لله الذي فضل حنيني على الشعير، مشتهي حنيني، يقول الحمد لله الذي فضل حنيني على الشعير وجعل الجوع آلاما للمصير، أكلوا مطوعكم من اللحم والدجاج وزوجوه البنات الغناج، تدخلون الجنة أفواجا أفواج. يقول دائما هذه خطبته فيهم، دائما خطبهم، وها الناس المدرعمين يا حولي يبون الجنة يبون الجنة، يعطونه من اللحم من الدجاج وزوجون بناتهم يزوجون، هذا هو مبسوط ولا يعطونه 40 بعد. يقول أراد الله هك النهار، يقول جاء للقرية رجالا يعرف يقرأ ويعرف يكتب، متعلم يعني عنده علم. يقول يوم قام مطوع هذا يخطب خطبته هذه حقت الحنيني، الحمد لله الذي فضل حنيني على الشعير وجعل الجوع على من المصير أطعم وكذا. يقول يوم سمع استنكر الرجال، قال قعد تنحنح يعني يستنكر على الخطيب، ما هذه خطبة هذه. يقول سمع ودري، قال يا أيها المتنحنحون الشرط 40، يعني اللي يعطوني 40 القرية يعطونه 40، قال الشرط 40 لنا 20 ولكم 20. يقول سكت هذاك، سمع الكلام ويدري انه هو المقصود فسكت، والعابوا اثنينهم على اهل القرية صاروا ياخذون، حتى الثاني جلس جاز له الوضع وجلس. الحمد لله العلم نور، يا رب لك الحمد، قامت الدولة السعودية يا رب لك الحمد، والناس تعلمت وفهمت والحمد لله. وهذه قصة الشرط 40، لنا 20 ولكم 20. وصلى اللهم وبارك، والله سبحانه وتعالى أعلم.